بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 22 يناير سنة 1970 أول طائرة ركاب جامبو تحمل ركاب تحط في مطار هيثرو قادمة من نيويورك في أول رحلة ليها. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1965 اتولدت الممثلة الأمريكية ديان لين اللي من أعمالها جاستس ليج، وسنة 1975 اتولد الممثل الأمريكي بالتاثار جيتي اللي من أعماله The Judge. أما عن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1973 رحل رئيس الولايات المتحدة 36 لندن جونسون. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 22 يناير من كل سنة هو يوم ذكرى الصداقة الألمانية الفرنسية. أما سنة 1950 كان العرض الأول لفيلم أنا الماضي، سيناريو وحوار عبد العزيز سلام وقصة وإخراج عز الدين ذوالفقار، والفيلم من بطولة فاتن حمامة، عماد حمدي، فريد شوقي، زكي رستم، السيد بدير ووداد حمدي. وسنة 1963 كان العرض الأول لفيلم عريس لأختي، قصة إحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار عبد الحميد جودة السحار وإخراج أحمد ضياء الدين، والفيلم من بطولة مريم فخر الدين، كمال الشناوي، زيزي البدراوي، عمر الحريري وعبد المنعم إبراهيم. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهاردة.